بصوا النهارده هنعمل حاجه من اللي ب 60 نيله، انا بحاول اعملها من الصبح بس كل مره عماله بتتعك معايا. تمام، هقول لكم ليه دلوقتي. احنا رايحين ساني ميروس اللي هي ريستريكتد اللي هي الصغيره، وهنلعب نايت مير. كذا مره بقى الموضوع ما يظبطش معايا لاسباب بسيطه جدا، لا اما ما اعرفش الشبح، لا اما يعني ارمي الكشاف وتوه في وسط المابا. يعني كان يوم لطيف بصراحه النهارده، يعني فانا كنت قاعد من الصبح بحاول اعمله، وبعدين رحت سجلت حاجه تانية خالص، وبعدين رجعت بقى ايه، قلت ايه ارجع على الظهريه كده افهم ايه اللي بيحصل بالظبط، العك دوت ايه اللي بيحصل فيه. فعاملين ايه الاخبار؟ وشكرا يا اخوانا على الدعم اللي انتوا عملتوه على الفيديو الاخير بتاع فازموفوبيا، يعني انتوا ناس جامده جدا. فلو انتوا عجبكم السلسله بتاعت فازمو يعني يا ريت لايك الفيديو دوت سبسكرايب. وهي بينا بقى ايه عشان نفهم العك بقى. ازيك يا عصام؟ مارجريت بيلي. اوكي المره دي بقى ايه، احنا هنلعب يعني مع الشبح. قشطه، احنا عملنا ليه نايت مير المره دي في هذه البتاع المنيله ب 60 نيله. احنا يعني بنهيئ نفسنا عشان نروح ساني ميدوز الكبيره، تمام، عشان نلعبها نايت مير. ار يو هير؟ وير ار يو؟ ار يو كريزي يا ماو؟ يعني انا في مره هنا من ضمن مرات الشبح كان هنا وكان شيد وقاعد يدي الانتراكشن بتاعت اوني وتوين، كان يوم جميل بصراحه. في مرة استخبيت هنا واتجبت، كان يوم لطيف بصراحة. شوية موتات عنب. عنب ار يو هير؟ اوكي لا وات. اوكي المرة يعني كل مرة المابا بتتفتح على حاجة معينة، يعني المرة دي هو قافل الجزئين دول بس فاتح تحت، في اوقات ممكن يفتح فوق. ايه ده سامن سيركل؟ اوكي هاي الاخبار ازيك؟ اوكي عندنا سامن سيركل يعني ممكن نصوره، which is nice. انا ما بصيتش اصلا على الاوبجيكتيف بتاعنا ايه. افريج ممبر جد سولت سهله. يلا بينا. ده في مره اول فيديو خالص، اول مره النهارده الصبح بسجل من الساعه 8 الصبح. اللي حصل كالاتي، ان لقيت الشبح في اوضه من ضمن الاوض اللي هي اللي في الاخر دي، وقلت بقى ايه يعني اعتبرت نفسي ان انا في اسايلم اللي هي القديمه، ورحت رامي الحاجه وقلت اكمل من جاري الكشاف. الحمد لله الحمد لله، لحد ما وصلت عند الباب دوت الشبح عمل هنا. الحمد لله هربت منه، كانت حاجه جميله. اول ما هربت منه كانت حاجه ظريفه جدا. قلت ارجع بقى ايه عشان اجيب الكشاف وانا لسه في الطرق. اول ما جبت الكشاف عمل هنا. الحمد لله حاجه جميله قوي. ار يو هير يا برو؟ لماذا انت هنا؟ هل تريد ان تؤذينا يا اخي؟ ار يو هير؟ البتاع دي مش عارف، كل ما اجي هنا افتكر ان انا عند الحلاق. مع الكراسي تحس انها كرسي الحلاق بس مفروض. ار يو هير؟ وير ار يو يا برو؟ في حاجه هنا اكيد. بص قافلينها، كل مره بتتعمل لها راندوم جنريتور. لا اله الا الله. ار يو هير؟ ار يو هير؟ عندنا مكان نستخبى فيه هنا يا فرحتي، حطيت لي مكان نستخبى فيه جنب الشبح. ار يو هير؟ وير ار يو؟ Are you here؟ بقى ميت انا، ما علينا. Are you here يا برو؟ اوكي ماذا نحن هنا؟ بس الثانية بقى السايلم الثانية. وات؟ Are you here؟ Are you here؟ ممكن استخبى هنا؟ ممكن استخبى هنا، ممكن استخبى هنا. Are you here؟ Where are you؟ يا برو. وفي من ضمن المرات يعني البتاع بتراوشن. ايه ده؟ دي ايه ده؟ بطاطساية دي ولا ايه؟ اوكي. What the hell؟ What the hell؟ Are you here؟ Are you here؟ يا برو انا مش عارف ليه حاسس ان هو هنا. ماذا نحن هنا؟ سؤال لطيف. اوكي ما علينا. هيا بنا. ده بقى ايه؟ Are you here؟ Where are you؟ العظمة ايه؟ اوكي اصور. Are you here؟
Are you here? Where are you? Are you crazy? ايه دي؟ ايه دي؟ ما علينا. Are you here? بس اني اجيب شمعة معايا عشان الوندرك. Are you here? لماذا انت هنا؟ هل تريد ان تؤذينا؟ ممكن نستخبى فيه هنا. اوكي. واضح ان احنا مطولين المرة دي. اوكي، غرفة العزل المنزلي. What? Are you here? Are you here? Are you here? ما انا مش نازل تاني بالبتاعة دي. ممكن نستخبى هنا غالبا في مكان. لا مفيش مكان نستخبى فيه. فالمشكلة في النايت مير اليومين دول ان الاشباح اوقات بتتلاقى مع اشباح، فلازم يبقى في اشباح ملهاش علاقة باشباح، عارف انت، عشان تبقى الدنيا لطيفة. يعني بمعنى ما تحطليش اوني وتوين في كاتيجوري واحد في النايت مير، لازم يفصلوا، فاهمني ازاي؟ يعني حط الشيد مع توين هيبقوا متفرقين وهكذا. مينفعش نحطها هنا يا عصام، ما تحط البتاعة دي هنا خلاص. ماشي، احنا ما عنديش فكرة هل في اي بتاع دوت. في كاميرا هنا ايه ممكن هنا. اها، هل ممكن يكون هنا في كاميرا هنا اخرى؟ في كاميرا بقى على التراك. ماشي، نعمل ايه دلوقتي؟ نوط. اوكي، احنا ناخد البتاع المنيل ب60 يلا دوت ونولع النور. شفت اول اوضه ممكن تخش فيها؟ يعني اصلا دخلناها وجيت حكيت لكم هنا ان انا بستخبى في البتاعه دي. ما علينا. ار يو هير؟ يلا بقى هب في وشي بقى. ار يو هير؟ ار يو هير؟ الله، سلام عليكم. في حد كان واقف هنا؟ ما علينا. فازموفوبيا، فازموفوبيا يعني، مش هزار يعني. ما علينا. لقينا الغرفه، في حاجات غريبة عمالة بتحصل معانا. ايه الصوت ده؟ تفتكر ده شيء يا اسطى؟ انا معرفش السنة بتاعتي دلوقتي كام، بس غالبا من هنا ب60 نيلة وغالبا هرجع. Are you here؟ لماذا انت هنا؟ هل تريد ان تؤذينا؟ اوكي طيب خلاص ماشي حبيبي يا اسطى، ربنا يعمل. ايه ده؟ ايه ده؟ سهلة، لو ما لقيناش جوست اورب في المكان، عارف انت؟ لماذا نحن هنا؟ لو لقينا جوست اورب في البتاعة دي هتبقى الدنيا مرتفعة. أهم حاجة في الليلة دي كلها إن أنا السند بتاعتي بصراحة. ايه ده؟ وات ذا هيل؟ وات ذا هيل؟ والواد ده اللي سابق سنه، ما تقريبا جالي برد ولا حاجه. وجوب انفيه يوم اكرم. ما علينا. موروي بياكل سنتي، وعندنا يوري. بص، لا يوري مش موجود في البتاع. اوكي، عندنا شخص ناطق. انا كان معايا كاميرا. اوكي، كان معايا كاميرا. مش كنت جايب كاميرا ولا؟ اوكي تعالى، عملت سكرول تقريبا وقعت الكاميرا. اوكي، يو ان فيا بقى مأثر عليا، واخد بالك؟ ما علينا ما علينا ما علينا. اوكي ماشي، خلينا هقول لك على حاجه. هو محتاج كده كده صوت، و هات نوت حاجه معاه تانيه معانا، وخلينا نشوف بس اذا كان في جوست اورب ولا لا. نلجي بس اذا كان هو ميميك. لو ميميك خلاص بارك الله في مرزك، نصور نعمل اوبجيكتيف، انتهى الموضوع. جي جي ايز، انتهى الموضوع. هل في اي حاجه؟ بيرمي حاجات. Are you here? Are you here? Are you here? ماذا نحن هنا؟ نصور بعض اللقطات السينمائية. ايه ده في ايه؟ ما علينا. افتكرت في حد بيمشي ورايا. هي اللي في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ما علينا
ما علينا. هل في اي حاجه هنا؟ انا مش شايف ايته جوست اورب. هو مش ميميك. اونوريو انت؟ اونوريو يا اسطى هات شمع معانا. ار يو هير؟ لماذا انت هنا؟ هل تريد ان تؤذينا؟ عايز اجرب حاجه. ويت، هو الشمع اللي هنا دوت انا ممكن اقوم منه شمع؟ ويت كده، الشمع ده ثابت وما بيتحركش. في مره من ضمن المرات كان عايز يطفي شمعه وما جبتلوش شمعه وبتاع، فطفى شمعه من هنا فحسبها لي. حبيبي تسلم والله، تسلم يا غالي والله. ما تقول لي الشبح بقى بالمره هو مين؟ ربنا يبارك لك. ايه اللي فاضل لنا؟ 25 سنتي وهذا ميموري تيب جوست ايفنت. هو ما عملش اي جوست ايفنت ولا اي حاجه من دي. مروي بياكل سنتي، مروي بياكل سنتي يعني. بص اوكي، السنة بتاعتي قلت بس قشطة مش قوي يعني. مروي بياكل سنتي، بيتغذى عليها، يبهدل لك الدنيا. هو مش في ال مش في البتاع اهو. Are you here؟ Are you here؟ Are you here؟ Where are you؟ لماذا أنت هنا؟ لماذا أنت هنا يا أخي؟ هل تريد أن تؤذينا؟ بجد يعني؟ ماشي أنت فريزنج. ماشي خلينا نشوف يمكن نلاقي أي جوست أورب مستخبية في أي حتة. مفيش أي جوست أورب. طفى شمعة من دم الشمع. أنا محتاج أطفي البتاع ده بس كده أتأكد، ممكن يكون من جوست أورب مستخبية بره. عارف أنت؟ في أوقات لا عارف أنت سارحة بره كده غير مفهومة. ماشي هو مش مروي. أنا بهدده دلوقتي. أوكي. ماشي، اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هنحط الكروس فيكس قشطه. و اوكي بص، بيطفي الشمع كتير. ده مش معناه برضك ان هو بتاع دوت. اونوريو ار يو هير؟ دو سمثينج. اوكي انا قلقان، انا قلقان. اوكي طفى الشمعة دي. اوكي خلينا نجيب كروس فيكس تاني. حاجة الوحيدة ان هو يهنط من ورانا. للاسف مفيش حد من دول اصلا اللي يعني ده اكتيفيتي كتير، واللي انا شايفه ان مفيش اكتيفيتي كتير يعني اكتيفيتي بغباء. بيطفي الشمع، طفي الشمع التاني. ماشي نجيب ايه؟ نجيب كروسيفيكس ونجيب سماجايا وهنرجع تاني عشان نجيب البتاع دوت. نجيب السانتي. نجيب السانتي ايه؟ لا نجيب كاميرا. هات الكروسيفيكس. حط واحد هنا وواحد هنا. ماشي وهات الشمعة وهات الشمع. كوميديا بقى ان هو ايه بقى اوقات يعني المرات اللي انا بتاعت النهاردة الصبح كان في اسبان من قفايا حرفيا يعني اللي هو ايه. طيب ايه يا اسطى ايه؟ وانا جبت شمعة ولا ما جبتش شمعة؟ انا فاكر ان انا جبت شمعة تانية. ماذا نحن؟ ار يو هير؟ نعنفه شوية. مارجريت بيلي، مارجريت بيلي، مارجريت بيلي. اوكي تعال نجيب كاميرا قشطة ونحضر نفسنا عشان الضحكة هيبتدي دلوقتي.
السرعات بتاعتهم ما فيش ولا واحد فيهم اصلا السرعة بتاعته شبه التانية. بس شيد عامل فيها، شيد عامل فيها بتاع دوت اللي هو ازاي؟ ايه يخرب بيتك؟ الحمد لله، بارك الله في مرضك، الحمد لله. استا سبيريت بوكس وفريزنج صح؟ اوكي. هو قافل البيبان كلها؟ اوكي. احنا ريحنا. يا اهل المحبة المحبة ادوني حبة من عندكم. الله عشان نريح. اوكي هات الاسمنجاية الجميلة جدا ويلا عشان نروح نصوره ونريح بعدها. اوكي هات السمج. ايوه خلي دي يلاوي. يا مالها سريعة كده. هو مروي سريع؟ والله ما اعرف. تحس انها سريع. انا ما اعرفش اذا كان مروي سريع ولا لا. دعونا اعزائي المشاهدين اوكي. سفر فروم مش عارف ايه. Energy from living, they have been known to place curses on their victim. Only, مش عارف ايه. We're moving very far away. What the hell, man? اهرب يا اسماعيل. اهرب يا ابو اسماعيل. انت موروي يا اسطى؟ انا عمري ما جربت موروي قبل كده، عمري ما اتعاملت معاه. ماشي غالبا هنريح. اقول لك على حاجه ويت، وبعدين بيسبان بره. عجبني انا البتاع ده. الو هلو ماي فريندز. هلو هلو. اوكي هو مش انوريو. ويت احنا فرنج الضحك دلوقتي. ماشي هو بيروح عند الكروسيفيكس. هو مش انوريو، هو موروي. هو موروي يا اخوانا، وغالبا موروي السرعة بتاعته بتزيد تقريبا كل ما السنة بتاعته بتقل. هو كان سريع. ما فيش انت ايه يا عم ده؟ هو قوته بتزيد مع السنة بتاعتي لما بتقل. معلومة جميلة جدا، بس السرعة بتاعته سريعة. غبي جدا ربنا يخلي. ماشي اونوريو هو عمل يعني راح للكروسفيكس بدل ما يروح للشمع، يعني ما طفاش الشمع، هو راح للكروسفيكس تاني مرة. أول مرة أنا قلت لا ممكن تكون الشمعة كانت مطفية، بس أنا ولعت الشمعة تاني. هو بعد كده راح على الكروسفيكس. فغالبا كده هو مروي وخلصنا كل حاجة وكمان صورناه. فأنا هتكل على الله عشان كده مش هينفع. الله وبارك الله فيما رزق. كان يوم جميل جدا. أنا مش هقعد أكتر من كده بصراحة، لأن أنا يعني الجوب الأنفية تعباني
وفي ضحك بهبل، بس انتوا توقعوا. استنوا بس خلينا بس نتاكد الاول بعدين نشوف الموضوع. عصام عامل ايه عصام؟ هو مروي غالبا مروي دايما اللعبه بتشتغلنا. اه الشمع هي سبتها هنا اهي جدع. ما علينا خلينا نشوف هو مين. الله اخيرا اخيرا هذا كان يوم جميل للتسجيل بصراحه يعني. كمان والنبي ربنا يبارك. ايوه كده ايوه بقى عد تاني بقى. الله الله حلو ده. بقول لك كابشر سيري ستارز كجوست فوتو حبيبي يا اسطى ربنا يبارك لك. تسلم يا غالي والله. بص انا النهارده يعني كان اليوم كان لطيف، وعايز اقول لكم ان انا بسجل يعني انا كذا مره هتلاقوني عملت كات كده في النص عشان اللي هو ايه في حاله انهيار. بس عملا يعني لو عجبك لعبك الفيديو حبيت تشوف فيديوهات ثانيه من فازموفوبيا يعني اتاكدتم لايك وسبسكرايب واشوفك الفيديو الجاي. توقعوا ان لسه في فيديو ثاني لينا في ساني ميروز بس الكبيره بقى نايت مير، ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام.